بالصحة. برجك بالصحة. صباحكم مزيان بالصحة مليان. أي عدلي الموجة شوية وركز لي مع برجك في هالصبحية. الحمل. وقي تتخمم بجدية وتقدم على الارتباط، خاصة اللي عندك مديدة مع الشخص اللي تعتبره كل شيء في حياتك يا حمل. الثور. ميسالش كي تخصص لروحك وقت تعمل فيه الحاجات اللي تحبها الكل ومغروم بها، ما تخليش الطاقة اللي عندك تمشي في التخمام وتمشي خسارة يا ثور. الجوزاء. النفسية ظهر فيها متقلقة شوية ليامات والخلوق دايرة، اعمل جو لروحك بقدرة ربي فترة وتتعدى يا جوزاء. السرطان. إتابة حلوة وخطوة مزيانة تعملها في علاقتك العاطفية اللي عندك مديدة وانت تأجل فيها، نجم ترجع عليك برشا إيجابية يا سرطان. الأسد. وضعية تحطيت فيها عندك مديدة وعندك بيريود وانت تحب تسويها، وقاية تشد زمام الأمور وتاخو الأمور لكل طريق. هيا سيد. العذراء. ساعات نلقاو روحنا في مواقف صعيبة، ممكن كان الأسباب فيها إنسان قريب لك اللي نجم يخليك تاخو قرارات متسرعة يا عذراء. الميزان. التواصل والحوار هما مفاتح تتحل بيهم برشا إشكاليات، خاصة مع الناس اللي قراب لك واللي عندك مديدة ما حكيتش معهم يا ميزان. العقرب. كل توخيرة فيها خيرة، وتوجه الوقت باش تبدل الجو وتتوكل على ربي، وعلاش لي تسافر وتبدل الهواء يا عقرب. القوس. قاعد تقدم وتتطور بشكل كبير وملحوظ، يخليك تكون متألق في المجال متاعك، حافظ على الإيجابية اللي انت فيها أكثر يا قوس. الجدي. محليها الأمور كي تمشي معاك، ومحليها زيدة كي تقضي شورك بالستر وتتمم أمورك على خير، إن شاء الله ربي سهلك فيما هو صعيب يا جدي. الدلو. فترة يتلموا فيها برشا نقاط وتتوضح فيها برشا أمور يا دلو. الحوت. الإنجازات على الصعيد العملي تتطلب برشا وقت وبرشا تركيز، حاول ما تتسرعش في قراراتك وخذ وقتك يا حوت. هذا برجكم بالصحة لليوم، نور تقولكم إن شاء الله صبحكم بنين وبكل طاقة وفيتامين. برجك بالصحة.